هذا حل الامتحان الجزئي في المحاسبة الآلية 1 الذي احتوى على 20 سؤال، بعضها نظري بحت وبعضها يتطلب حل. ليس من مهام المحاسبة التحليلية أن نختار ما هو خارج إطار مهام المحاسبة التحليلية. تحديد التكاليف في المؤسسات الصناعية، في المؤسسات التجارية والصناعية والخدمية، هذا من مهامها ومن صلب مهامها. تحديد الأرباح والخسائر لكل سلعة مباعة برضو من صلب مهامها ومن أهم مهامها. تحديد عتبة الربحية، بمعنى تحديد حجم الإنتاج الذي لا يحقق أرباحا ولا يوقع في خسائر، يعني تحليل التعادل. تحليل التعادل لو عبرنا هنا بلفظ تحليل التعادل، أو عبرنا بلفظ تحديد حجم الإنتاج الحرج، أو تحديد رقم الأعمال الحرج، أو تحديد النقطة المحايدة بوان بوغ. لو قلنا كل هدول، هذا من مهام المحاسبة التحليلية، من ضمن مهامها. أما تحليل السيولة والملاءة فهذا ليس من مهام المحاسبة التحليلية، بل هو من مهام التحليل المالي. يعني هذا هو اللي هو ليس من مهام المحاسبة التحليلية. بيقول في مصنع للمأكولات المعلبة، ليس من تكاليف الإنتاج المباشرة في صناعة الحمص بالطحينة أجور عمال حراسة المصنع، ليس من تكاليف الإنتاج المباشرة، هو من تكاليف الإنتاج غير المباشرة. تكلفة شراء الطحين المستخدم، هذه مواد أولية وبالتالي فهو تكاليف مباشرة. تكلفة شراء المواد الحافظة المستخدمة، هذه مواد أولية برضو وبالتالي فهو من التكاليف المباشرة. تكلفة شراء العلب المعدنية المستخدمة، هذا من العبوات المستخدمة في الإنتاج وبالتالي فهو تكلفة مباشرة. أجور عمال الطهي، هذا من الأجور المباشرة فهو تكلفة مباشرة. يعني اللي هو من التكاليف الصناعية غير المباشرة هو أجور عمال حراسة المصنع. يعني هذا أجور عمال حراسة المصنع من تكاليف الإنتاج غير المباشرة، وجميع البنود الباقية من تكاليف الإنتاج المباشرة. هي تكاليف ثابتة بالكامل. الإيجار ما بيزيد مع، ما بيتغير مع تغير حجم الإنتاج أو مستوى النشاط، ولا يحتوي على شق ثابت يتغير مع تغير الحجم. أقساط التأمين لا ترتبط بمستوى النشاط، لا ترتبط بحجم الإنتاج، ولا تحتوي على شق متغير يرتبط به. الضرائب البلدية كذلك لا تحتوي على شق متغير يرتبط بحجم النشاط أو مستوى الإنتاج. فهذه العناصر كلها ثابتة بالكامل، لا تحتوي على شق متغير، فهي كل ما سبق. كل ما سبق من التكاليف الثابتة بالكامل التي لا تحتوي على شق متغير. يقصد بالتكلفة الثابتة أنها ليست عرضة للتغير لأي سبب كان. العبارة خاطئة. ثابتة لأن لا ترتبط بحجم الإنتاج أو مستوى النشاط. التكاليف الثابتة هي التكاليف التي لا ترتبط بحجم الإنتاج أو مستوى النشاط، فلا تتغير تبعا لهما، ولكنها تتغير تبعا لأمور أخرى، منها التغير في حجم المنشأة الناتج عن اقتناء تجهيز جديد. إذا نحن اشترينا آلات جديدة، حجم المنشأة كبر. حجم المنشأة كبر يعني أعباء الإهلاك السنوية كبرت. تكاليف الصيانة السنوية كبرت.
وبالتالي زادت التكاليف الثابتة بنتيجة التغير مش في حجم الإنتاج، بنتيجة التغير في حجم المؤسسة. فالتكاليف الثابتة نعم هي غير مرتبطة بحجم الإنتاج، ولكنها ترتبط بحجم المؤسسة فتتغير مع تغير الحجم. مثل ما عم بقول، تجهيز آلي جديد يترتب عليه أعباء إهلاك إضافية، تكاليف صيانة إضافية، وبالتالي يترتب عليه زيادة في التكاليف الثابتة. التوسع في عدد العاملين، لما أنا كبر حجم الموارد البشرية اللي عندي، لما كبر حجم العمالة اللي عندي، أكيد بدي أدفع رواتب ثابتة إضافية، وبالتالي حخلي التكاليف الثابتة تزيد. فهون زادت التكاليف الثابتة مش لزيادة حجم الإنتاج، نتيجة الزيادة في حجم المؤسسة. ومنها اتخاذ قرار برفع الأجور الشهرية للعاملين، ومنها تغير معدلات الفوائد في السوق. إذا الفائدة تعتبر تكلفة ثابتة، مبلغ الفائدة، لأن الفائدة لا ترتبط بمعدل بحجم الإنتاج أو مستوى النشاط، ولكن تغير معدلات الفائدة في السوق بخليني أدفع فوائد أكثر أو أقل، وبالتالي منها ثابتة بالنظر لشو، للتغيرات في معدلات الفائدة السائدة في السوق. ومنها انتهاء عقد الإيجار وتجديده بإيجار أعلى. إذا أنا عندي كونترا إيجار وخلص الكونترا وعم جدد من المالك، دفعت إيجار أعلى، تعاقدت معه على إيجار أعلى، فهذا حيخلي التكاليف اللي كانت مصنفة باعتبارها ثابتة ترتفع. ومنها استئجار عقارات أو أصول إضافية أخرى. ما كان عندي أنا مستودع حد المؤسسة، كنت خزن عندي بقلب المحلات بتاعتي، استأجرت مستودع حدي، فزد لما هالإيجار المستودع الإضافي اللي أنا استأجرته حيرفع لي تكاليف الثابتة. طبعا هذه هي أمثلة ويمكن ذكر أمثلة غيرها على أشياء تؤدي إلى زيادة على أمور، أحداث، معاملات تؤدي إلى زيادة في التكاليف الثابتة. ولكن فيه يقول تذكر دائما أن التكاليف الثابتة نعم لا ترتبط بحجم الإنتاج، لا ترتبط بمستوى النشاط، ولكنها ترتبط بحجم المؤسسة، ببنية المؤسسة، لذلك بسموها أعباء بنيوية. قد تكون من تكاليف الإنتاج وقد تكون من تكاليف التوزيع العبوات العبوات المستخدمة. أي قد تكون من تكاليف الإنتاج وقد تكون من تكاليف التوزيع. إذا كانت تستخدم في المصنع فهي من تكاليف الإنتاج، إذا كانت تستخدم بمناسبة البيع فمن تكاليف التوزيع. المواد الخام المستخدمة لا، هي من تكاليف الإنتاج. تكلفة البنزين المستخدم في النقل هذه من تكاليف التوزيع، ما فيها تكون من تكاليف الإنتاج. كل ما سبق لا، لا شيء مما سبق لا. إذا العبوات، الإجابة الصحيحة هي العبوات. العبوات تكون من تكاليف الإنتاج إذا كانت التعبئة أو التغليف في المصنع قبل خروج المنتجات إلى المخازن، وتكون من تكاليف التوزيع إذا كانت التعبئة أو التغليف تحصل عند البيع. بناء على المعلومات التي تظهرها البطاقة وبالعلم أن الطريقة المتبعة هي المتوسط المرجح المحسوب في آخر الشهر، تكلفة الشراء الإفرادية للكمية المشتركة في 29 نيسان. أنا بدي أحدد هذه اللي قاعدة هون، يعني بدي أحدد هاي اللي قاعدة هون بناء على هذول اللي كانوا مجهولين، بناء على هذه المعلومات المعلومة، وبناء على المعلومات اللي هون إنه كمية مخزون آخر المدة هذه معطاة 2000 كيلوغرام، وتكلفة المستخدم 342 ألف كيلوغرام. هذا المعطى، بناء على المعطى بدي أحدد هذا الرقم اللي قاعد هون هذا. خلينا نشوف كيف. أنا عندي كمية المتاح للاستخدام 20 ألف، وكمية مخزون آخر المدة 2000. كمية المتاح للاستخدام 20 ألف، كمية مخزون آخر المدة 2000،
يعني كمية المستخدم يساوي كمية المتاح للاستخدام ناقص كمية مخزون آخر المدة يساوي 20 ناقص 2 يساوي 18. هاي كمية المستخدم. هو عم بيقول الطريقة المتبعة هي المتوسط المرجح المحسوب في آخر الشهر، يعني حيكون المتوسط المرجح هذا المحسوب في آخر الشهر، إذا أنا جيت قسمت تكلفة المستخدم على كمية المستخدم 342,000 على 18,000 بيطلع معي المتوسط المرجح، المتوسط المرجح المحسوب في آخر الشهر، لأنه لما يطلع المتوسط المرجح المحسوب في آخر الشهر بينكتب هون اللي هو مجموع هذه التكلفة على مجموع هذه الكمية، بينكتب هون، وبهذا المتوسط المرجح يتم احتساب تكلفة المستخدم وتكلفة مخزون آخر المدة. عظيم. أنا أعرف إنه تكلفة المستخدم 342,000 وكميته 18,000، يعني المتوسط المرجح هو 342,000 على 18,000، وبكفي على هالأساس. خلينا نشوف، هذه هي عناصر اللعبة والمعلوم منها. أنا هذا كمية مخزون أول مدة بعرفها، ذاكر عن السؤال إنه 8500. كمية المشتريات ما بعرفها لأنه فيها عنصر مجهول اللي هو مشتريات 29 نيسان مجهول، بس بعرف كمية المتاح للاستخدام مذكورة بالسؤال. فكمية المتاح للاستخدام ناقص مخزون آخر أول المدة بيطلع كمية المستخدم. هلأ إذا بدي أنزل لتحت، كمية المتاح للاستخدام ناقص كمية المستخدم يساوي كمية مخزون آخر المدة، يعني 20,000 ناقص 2000 يساوي 18,000. هلأ هون يساوي قديش؟ 20,000 ناقص 8500 يساوي 11,500. إذا هاي العناصر إذا جيت بدي أنا أكتب هون، هايدي بعرفها مذكورة بالسؤال، وهايدي بعرفها مذكورة بالسؤال، مذكورة لأنه هون حطها أنا المذكور، وهاي بعرفها لأنه مذكورة بالسؤال. عم حدد كمية المستخدم، قلت كمية المستخدم يساوي المتاح للاستخدام ناقص مخزون آخر المدة، فكتبت إنه كمية المستخدم يساوي 18,000. بدي أحدد كمية المشتريات، كمية المشتريات هي متاح للاستخدام ناقص مخزون أول المدة، فحطيت هون، هذه مش 3,000، هذه 11,500، هي 3,000 تكلفة اللي مشترات تحت ب هاي 3,000. طيب كمية المشتريات يساوي كمية المتاح للاستخدام ناقص كمية مخزون آخر المدة، 20,000 ناقص 8,500 يساوي 11,500 اللي هي هاي. الكمية المشتريات في 29 نيسان يساوي 11,500 ناقص 8,500. مين اللي هو 8,500؟ اللي هن المشتريات المعلومة. أنا بعرف إن المشتريات هدول طلع معي مجموع المشتريات 11,500، في منهم 8,500 أنا بعرفهم قديش، اللي هن مشتريات 5 ومشتريات 19 و8,500. كمية المشتريات كلها 11,500، كمية مشتريات 5 و19 8,500، يعني كمية مشتريات 29 3,000. إذا كمية المشتريات في 29 يساوي كمية المشتريات، كل الكمية المشتريات ناقص الكمية المشتريات قبل 29 نيسان اللي هن 11,500، يعني الكمية المشتريات في 29 نيسان يساوي 3,000. أوكي، كمية المستخدم قول يساوي كمية المتاح للاستخدام ناقص كمية مخزون آخر مدة، 20 ناقص 2000 يساوي 18. المتوسط المرجح لتكلفة شراء كيلوغرام يساوي تكلفة المستخدم
ناقص كمية على كمية المستخدم يساوي 342,000 على 18 يساوي 19,000. لأنه نحن كيف بنطلع تكلفة المستخدم؟ تكلفة المستخدم بيطلع بأنه أضرب كمية المستخدم بالمتوسط المرجح. فإذا أنا بدي متوسط المرجح وهدول معلومين، التكلفة معلومة والكمية معلومة، فبقسم التكلفة على الكمية بيطلع معي المتوسط المرجح لتكلفة شراء الكيلو جرام الواحد. عرفتوا المتوسط المرجح بيجي بيطلع لهون، بكتبه، بكتب انه هون 19 وبضرب هال20 بال19 بيطلع معي 380,000. 380,000 ساعتها في حدد هذه اللي قاعدة هون ناقصة 380,000 ناقص هون التلاتة اللي فوقها بتطلع 57,600، وهيدي عرفتها انه بتطلع 3,000. حسبناها هلا تحت، يعني هاي التكلفة اللي قاعدة هون هي 57,600 قسمة 3,000. ف57,600 قسمة 3,000 يعني 18.9، 18.9. خلينا نشوف كيف نكفيها. عم بيقول تكلفة المتاح للاستخدام يساوي كمية المتاح للاستخدام بالمتوسط المرجح لتكلفة الكيلوغرام. لأنه كيف بيطلع هذا المتوسط المرجح؟ بيطلع بقسمة تكلفة المتاح للاستخدام على كمية المتاح للاستخدام. فإذا أنا معي التكلفة ومعي متوسط المرجح عرفت المتاح للاستخدام، ربطهم ببعض. فطلع 380. تكلفة مشتريات 29 نيسان هي 380 ناقص 3 المعلومين اللي فوق بتطلع 57,600. يعني التكلفة الإفرادية يساوي 57,600 اللي هي تكلفة هذه الكمية على 3,000 اللي هي هذه الكمية بيطلع 18.9. يعني الإجابة الصحيحة هي الإجابة الرابعة. ثمانية، بناء على المعلومات التي تظهرها البطاقة وبالعلم أن الطريقة المتبعة هي الوارد أولا الصادر أولا وأن مخزون آخر المدة 2000 كيلوغرام، تكلفة المستخدم هو لما كانوا معطاة مجموع كان مش معطى، بس إني أكيد ما فيهم مجهول بينجمعوا. ويقول الوارد أولا صادر أولا. الوارد أولا صادر أولا يعني بده يكون مخزون آخر المدة هو أحدث العناصر. مخزون آخر المدة هو أحدث العناصر. فمخزون آخر إذا هيدي الكمية بتاعت 30 نيسان أكبر من 2000 بيكون 2000 من ضمنه. يعني مخزون آخر المدة هو عبارة عن 2000 ضرب 5.2. 2000 ضرب 5.2 هيدا مخزون آخر المدة. فإذا أنا عرفت مخزون آخر المدة بطرحه من المتاح للاستخدام اللي هو 209,300 بيطلع معي تكلفة المستخدم بطريقة الوارد أولا صادر أولا. إذا أكرر، بطريقة الوارد أولا صادر أولا مخزون آخر المدة هو من أحدث عناصر المشتريات. طبيعي هيك، لأنه أنا لما باخد الوارد أولا صادر أولا اللي حيبقى بالآخر هو أحدث عناصر المشتريات. يعني هو من كمية 30 كانون الثاني المشترات الوحدة منها ب 5.2. يعني مخزون آخر المدة هو 2000 ضرب 5.2. الرقم اللي بيطلع بينطرح من 209,300 بيطلع تكلفة المستخدم. هنشوف كيف. عم بيقول بطريقة الوارد أولا صادر أولا يكون مخزون آخر المدة من أحدث العناصر. مخزون آخر المدة من مشتريات 30 كانون الثاني بتكلفة إفرادية 5.2. مخزون آخر المدة يساوي 2000
ضرب 5.2 يساوي 10,400. تكلفة المستخدم يساوي التكلفة المتاح للاستخدام ناقص تكلفة محصول آخر المدة يساوي 209,300 ناقص 10,400 يساوي 198,900. يعني الإجابة الصحيحة هي الإجابة الثالثة. بس خليني نشوف إذا أنا أخذت هيدول وأخذت 10,000 من ثالث واحد لبقي ليطلع إنه أنا إذا مخزون آخر المدة 2000 يعني أنا مستخدم 38,000. فيني نشوف إذا أنا طبقتها بالطريقة إنه هيك أخذتهم وحدة وحدة بيطلع معي هو ذاته هالجواب ولا بيطلع معي جواب آخر. خلينا نشوف. هون عم تقولوا لي بده يكون 10,000 ليطلع مجموع المستخدم 38,000، وهون هاجمعهم 198,900 مثل الرقم اللي عم حسبناه نحن. إذا بدي أحسبهم هيك وحدة وحدة 198,900. طيب بناء على هالشي فينا نقول إنه إذا كانت الطريقة المتبعة هي الورد أخيرا صادر أولا بيكون مخزون أول المدة من أقدم العناصر. إيه فينا نقول هيك، مخزون آخر المدة ساعتها بيكون من أقدم العناصر. فيما يلي مستخرج من جدول توزيع الأعباء غير المباشرة في مسجنة عن شهر تشرين الثاني. مجاميع التوزيع الأولي مجهولة. التوزيع الثاني الأمن والحراسة بيعطي الصيانة والقوى المحركة 5%، 5%. الصيانة بتعطي الأمن والحراسة والقوى المحركة 15%، 10%. القوى المحركة بتعطي الأمن والحراسة 2%، 3%. بيقول بعد الحل تبين أن إكس يساوي 25,000، إيجراد يساوي 40,000، زد يساوي 50,000. هل المجاميع التوزيع الأولي هايدي ولا هاي ولا هاي؟ نحن جينا وقفنا هون. طبعا بالمعادلة الأولى إكس كله ناقص إلا إكس هي الزائد. إذا أنا بدي أنزل على المعادلة الثانية فورا من دون ما أعمل المعادلة هاي اللي بركبها، برجع لأنزل على المعادلة المستخرجة منها. هبلش بالتاني اللي بناء عليها بدي أطلع إكس وإجراك وزاد. فبالمعادلة الثانية كله ناقص إكس هي الزائد. بالمعادلة الأولى عفوا، بالمعادلة الثانية كله ناقص إجراك هي الزائد. بالمعادلة الثالثة كلهم ناقص زد هي الزائد. ولما تكون هون هيدي واحد اكس بالمعادلة الأولى، هيدي واحد اكس ناقص 0.15 إجراج ناقص 0.15 ناقص 0.02 عفوا زد. بالمعادلة التانية ناقص 0.05 إكس زائد 1 إجراج ناقص 0.03 زد. بالمعادلة التالتة ناقص 0.05 إكس ناقص 0.1 إجراج زائد واحد زد. هلا لو كان هولي معلومين كان بالمعادلة الأولى يساوي هذا الرقم اللي هون، بالمعادلة الثانية يساوي هذا الرقم اللي هون،
وبالمعادلة التالتة يساوي هذا الرقم اللي هون، وبناء عليهم بتطلع اكس واي وزد. هلا اللي صاير هون انه قال لي انه اكس بتطلع 25 واي بتطلع 40 وزد بتطلع 50، وخبى هاي. اذا اكرر، بالمعادلة الاولى اكس هي زائد واحد اكس، بالمعادلة والباقيين ناقص. بالمعادلة الثانية إجراج هي زائد واحد إجراج والباقيين ناقص. بالمعادلة الثالثة زد هي زائد واحد زد والباقيين ناقص. يعني هون زائد واحد، هيدي هون زائد واحد زائد واحد إكس ناقص 0.15 إجراج ناقص 0.02 زد، بالتاني ناقص 0.05 إكس زائد واحد إجراج ناقص 0.03 زد. بالمعادلة التالتة ناقص 0.05 إكس ناقص 0.1 إجراج زائد واحد زد يساوي هالمبالغ اللي هون. هلا أنا شوفوا شو هعمل، هركبهم هيك مثل ما عم نحكي. هيك ركبتهم وحاعد هون بالأولى محل الإكس حط 25,000، ومحل الإجراج 40,000، ومحل الزد 50,000. بشوف شو بيطلع يساوي قديش، 18,000. طلعوا بيساوي 18,000، يعني المجاميع بعد التوزيع الأولي بالنسبة للمركز الأول 18,000. هون رجعت عملت نفس اللعبة، محل الإكس 25، محل الإجراج 40، محل الزد 50، طلع معي 37,250. يعني تكلفة المركز الثاني 37,250. نفس اللعبة مرة ثالثة، محل الإكس 25، محل الإجراج 40، محل الزد 50، طلع معي تكلفة المركز الثالث 44,750. يعني المجاميع بعد التوزيع الأولي إذا جيت حطيتها هون هي هذه الأرقام: 18,000، 37,250، 44,750. يعني الخيار الصحيح بين هذه الخيارات هو الخيار الأول، 18,37,250. خيار واحد هو الخيار الصحيح. فيما يلي جدول تكاليف الشراء في مؤسسة كوثر، وعاء التحميل هو ثمن شراء المواد الأولية. ثمن شراء المواد الأولية المشترات وليس كمية المواد الأولية المشترات. يعني وعاء التحميل هو الأعباء غير المباشرة لمركز التموين اللي هي 20,000 على ثمن الشراء اللي هو 800,000. بيطلع معي شو معدل التحميل؟ بيجي بقول هيدي المادة ثمن شراءها 600,000، بيطلع معي معدل التحميل 2.5%، بس نقسمهم. بقول بيجي هون بقول هيدي المادة ثمن شراءها 600,000، يعني بتحمل من أعباء مركز التموين 600,000 ضرب 2.5%، بكتب هدول هون بجمعهم بقسمهم على 60,000، بيطلع معي قد ايه تكلفة الحبة، دي تكلفة الكيلوغرام من هذه المادة. عم بيقول هو بده يعني أعرف له هاي، قال لي تكلفة شراء الكيلوغرام من المادة الثانية نون. طيب لنشوف. عم بيقول معدل التحميل في مركز التموين، تكلفة المركز على وعاء التحميل. وعاء التحميل اللي هو قاله اللي هو ثمن شراء المواد الأولية المشترات، 20,000 على 800,000 يساوي 2.5%. نصيب المادة الثانية من نصيب المادة الثانية من أعباء مركز التموين هي ثمن شراء هذه المادة اللي هو 600,000 ضرب 2.5%، بيطلع 15,000. فإذا حطينا هون 15,000 بيطلعوا 600 زائد 15 زائد 15 بيطلعوا 630,000.
630 ألف، وهي كميتها 60 ألف، فبتكون تكلفة الكيلو جرام الواحد 630 على 60 بيكون 10.5. يعني الخيار الأول هو الخيار الصحيح، الإجابة الأولى هي الإجابة الصحيحة. فإذا أنا جيت ضويت هون، ضويتهم كلهم، هيطلع إنه هيدي حملة 15 من أعباء مركز التموين، اللي هن 600 ألف ضرب 2.5%، طلع مجموع 630. هي عبارة عن 60 ألف كيلوغرام، وصلنا 630 على 60 ألف كيلوغرام، طلع الكيلوغرام الواحد ب10.5. أنتجت مؤسسة سارة 80 ألف وحدة من منتجها، واستخدمت في إنتاج كل وحدة 400 جرام من المادة الأولية ألف بتكلفة 5.5، 250 من المادة الأولية باء بتكلفة 4، 12 دقيقة عمل بمعدل أجر 8 دولار، وتم تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة بمعدل 20% تكلفة إنتاج الوحدة. طيب هلا المادة الأولية ألف مستخدمة، 80 ألف وحدة ضرب، هو عاطيني قايل لي 400 جرام بس عاطيني تكلفة الكيلو جرام، يعني بدي أحول الجرامات ل كم كيلو جرام للوحدة. 400 جرام للوحدة يعني 0.4 كيلو جرام للوحدة، يعني بدي أضربهم هال 80 ألف وحدة منتجة، بدي أضربهم ب0.4، بيطلع معي كم كيلو جرام تم استخدامه من المادة الأولية ألف، ضرب تكلفة شراء الكيلو جرام 5.5، بيطلع تكلفة المادة الأولية ألف المستخدمة 176 ألف. هلا المادة الأولية الثانية هي مستخدمين منها 250 جرام، 250 جرام يعني 0.25 كيلو جرام، يعني اللي هي 250 قسم 1000. فالكمية المستخدمة من هذه المادة في إنتاج المنتج يساوي 80 ألف وحدة ضرب 0.25 كيلو جرام، هذا بيطلع هون معي الكمية المستخدمة مضروبة بأنه الكيلو مضروبة بأربعة، لأنه الكيلو جرام الواحد تكلفته 4، بيطلع إنه تكلفة المادة الأولية ألف المستخدمة 80 ألف. هلا هاي مستخدمين هون عم بيقول، و12 دقيقة عمل، 12 دقيقة عمل بمعدل أجر 8 دولار للساعة، يعني بدي أحول الدقائق لساعات، إذا بدي أحول الدقائق لساعات بدي أقسم على 60، 12 على 60 بيطلع 0.2. إذا 80 ألف ضرب 0.2 بيطلع عدد الساعات، هدول 80 ألف وحدة ضرب 0.2 بيطلع كم ساعة عمل اشتغلنا، بمعدل أجر 8 دولار بيطلعوا 128. مجموع التكاليف الصناعية، مجموع التكلفة المباشرة اللي هي المواد والعمل المباشر 384 ألف، التكاليف الصناعية غير المباشرة يساوي 384 ألف ضرب 2. ليش ضرب 2؟ لأنه 200% 200% يعني ضرب 2 768 ألف. مين قال 200%؟ هو قال هون، قال تحمل بمعدل 200%، يعني أدى على مرتين، فبيكون مجموع تكاليف الإنتاج ثلاثمية وأربعة وثمانين ألف زائد 768 ألف يساوي 1,152,000. 1,152,000 اللي هو تكاليف الإنتاج، قسمي الكمية اللي تم إنتاجها اللي هي 80 ألف وحدة، بيطلع تكلفة إنتاج الوحدة 14.4. في 14.4 هون، في هي الإجابة الصحيحة، تكلفة إنتاج الوحدة 14.4. في
بداية شهر حزيران كانت تكلفة إنتاج قاعدة الصنع 80,000، وخلال الشهر بلغت تكلفة المواد الأولية المستخدمة 120,000، وتكلفة العمل المباشر 80,000، والتكاليف الصناعية غير المباشرة 300,000، وبلغت تكلفة الإنتاج قاعدة الصنع في آخر الشهر 30,000. تبلغ تكلفة الإنتاج التام خلال الشهر. الإنتاج التام خلال الشهر يساوي إنتاج الشهر، تكلفة إنتاج الشهر، بلس تكلفة إنتاج قاعدة الصنع أول الشهر، ناقص تكلفة إنتاج قاعدة الصنع آخر الشهر. مواد مستخدمة جزء من تكلفة إنتاج الشهر 120,000. أجور مباشرة جزء من تكلفة إنتاج الشهر 80,000، هيها 80,000. تكاليف صناعية غير مباشرة جزء من تكلفة إنتاج الشهر 300,000. هدول عناصر تكاليف الإنتاج خلال الشهر، بلس إنتاج قاعدة الصنع أول الشهر مو إنتاج قاعدة الصنع آخر الشهر، بيطلع تكلفة الإنتاج 550,000. يعني الإجابة الصحيحة هي الإجابة الثانية. أظهر جدول أعباء شهر تموز الوارد من المحاسبة المالية إلى المحاسبة التحليلية في مؤسسة فرح مجموعة بمبلغ 530,000. احتوى على أعباء مباشرة بمبلغ 100,000، وأعباء استثنائية 8,000، وأعباء غير ذات صلة بالنشاط 7، وأعباء دورية تزيد مدتها عن الشهر 25، ويبلغ نصيب الشهر في الأعباء الدورية تزيد مدتها عن الشهر 40,000، علما أن الفائدة المحسوبة على الرسوم الخاصة 240,000 سنويا. الأعباء غير المباشرة في المحاسبة التحليلية. الأعباء اللي جاي من المحاسبة المالية، هطرح منهم الأعباء المباشرة لأنه هو عم بيقول لي بده الأعباء غير المباشرة. فطرحت منهم الأعباء المباشرة البالغة 100,000. هطرح منهم الأعباء الدورية لأطول من شهر المسجلة خلال الشهر. الأعباء الدورية المسجلة خلال الشهر هو قال لي إنه 25,000. في خلال الشهر أعباء دورية تزيد مدتها عن الشهر 25,000 طرحتهم. هطرح منهم الأعباء الاستثنائية لأنها غير قابلة للتحميل 8,000. هطرح منهم الأعباء غير ذات الصلة بالنشاط لأنها غير قابلة للتحميل 7,000. هضيف عليهم نصيب الشهر في الأعباء الدورية اللي تزيد مدتها عن الشهر 40,000، وهتزيد عليهم الأعباء المتممة اللي هي الشهرية اللي هي فائدة الرسمية الخاصة المحسوبة اللي هي 240,000 قسمة 12، لأنه هي 240,000 بالسنة. إذا أعباء المحاسبة التحليلية غير المباشرة يساوي أعباء المحاسبة المالية ناقص الأعباء المباشرة إذا كانت تحتوي على أعباء مباشرة، الأعباء اللي جاية من المحاسبة المالية ناقص الأعباء اللي تعتبرت مباشرة منها إذا كانت تحتوي على أعباء مباشرة، إذا ما كانت تحتوي ما في ناقص. الأعباء الدورية ناقص الأعباء الدورية اللي محتوي عليها الجدول اللي جاي من المحاسبة المالية إذا كانت الأعباء الدورية مدتها أكثر من شهر، ناقص الأعباء غير القابلة للتحميل إذا كانت أعباء استثنائية أو إذا كانت أعباء منا استثنائية بس غير ذات صلة بالنشاط، هي أعباء غير قابلة للتحميل يتم استبعادها، زائد الأعباء المتممة. الأعباء المتممة هي فائدة الرسمية الخاصة المحسوبة، بس بدها تكون محسوبة عن الفترة اللي أنا عم بشتغل عليها. إذا كان شهر بدها تكون محسوبة عن شهر، وأنا بقول لي سنوية قسمته على 12. والأعباء المتممة فيها تكون فائدة الرسمية الخاصة، وإذا كانت المؤسسة فردية فيها تكون كذلك أتعاب المستثمر الفرد، راتبه هو، تكلفة عمله هو كمدير لما أسسته، زيدا أنا على الأعباء بالمحاسبة التحليلية لأنه هني ما بيكونوا مسجلين بالمحاسبة. المالية عملت كل هالشي طوله 450,000. يعني التكلفة الإجابة الصحيحة هي الإجابة الأولى. في شهر أيلول كانت النتيجة التحليلية على أحد المنتجين في مؤسسة روان أرباح بمبلغ 970,000، وعلى الآخر خسارة بمبلغ 70,000، وبلغت الأعباء المتممة 90,000، والأعباء غير القابلة للتحميل 30,000.
هلا انا هون عم بنقل من ارباح لارباح، لما عم مش من تكلفه لتكلفه، من ارباح المحاسبه التحليليه الى ارباح المحاسبه الماليه. فارباح المحاسبه التحليليه هي الماليه عفوا، هي ارباح المحاسبه التحليليه بلس الاعباء المتممه والاعباء غير القابله للتحميل. هلا هون بالارباح في عندي انا منتج ربحان والتاني خسران، فبدي اطرحهم من بعض، فيصير عندي 970 الف ربح المنتج الاول ناقص 70 الف خسارة المنتج الثاني زائد 90 الف اللي هي الاعباء المتممة ناقص 30 الف اللي هي الاعباء غير القابلة للتحميل، بيطلع النتيجة في المحاسبة المالية 960 الف. ولا يخفى انه اذا انا بدي انقل من المحاسبة من نتيجة المحاسبة المالية لنتيجة المحاسبة التحليلية، فبتصير الإشارات هون عندي بتنقلب، يعني بيصير هذه اللي هي ناقص بتصير زائد، وهذه اللي هي زائد بتصير ناقص، إذا كان أنا من المالية للتحليلية مش من التحليلية للمالية. يعني إذا هو بلش لي باللعبة من تحت مش من فوق. ليست من تكاليف إنتاج أثاث مكتب الخشب المستخدم في صناعته، بلى هي من تكاليف إنتاجه. المعادن المستخدمة في صناعته، بلى هي من تكاليف إنتاجه. الغراء والمسامير والبراغي المستخدمة في صناعته، بلى هي من تكاليف إنتاجه. أجور القوى البيعية التي بعته للزبائن، لا هي من تكاليف توزيعه. كل ما سبق، لا مش كل ما سبق، لا شيء مما سبق، لا لا شيء مما سبق. ها هي الإجابة الصحيحة. عم بيقول أجور القوى البيعية هي من تكاليف التوزيع وكل ما سواها من المذكورين مما ذكر أعلاه هو من تكاليف الإنتاج، ليس من تكاليف توزيع الشوكولا. الإعلان الشوكولا، بلى هو من تكاليف توزيعه. رواتب وعمولات موظفي بيع الشوكولا، بلى هو من تكاليف توزيعه. إيجار أكشاك بيع الشوكولا، إذا أنا عامل أكشاك عم بيع من خلالها، بلى هي من تكاليف توزيعه. الغلاف الورقي لكل قطعة من قطع الشوكولا، لا الشوكولا ما بتطلع من المصنع فلت بلا غلاف وبس يجي حدا بده يشتري بيقول له وقف تحت انا اغلف لك اياها، لا هي بتطلع من المصنع مغلفه، وبالتالي الغلاف الورقي منه من تكاليف التوزيع. الغلاف الورقي بالنسبه للشوكولا بالتحديد هو من تكاليف الانتاج، لانه التغليف الورقي والتغليف الكرتوني للعلب والعلب الكبير اللي بتنحط فيها العلب الصغيره، كله هذا بينعمل بقلب المصنع، مش لما تنباع بيقولوا له تعال نغلف لك حبة الشوكولا مشان تاخدها معك مغلفة حتى ما توسخ ايديك. طيب اذا الغلاف الورقي لكل قطعة هذا ليس من تكاليف الانتاج، بل عم بيقول التغليف الورقي لقطع الشوكولا لا يتم عند البيع، بل يحدث عند في المصنع قبل خروج الشوكولا إلى المخازن، وكل ما سوى ذلك من المذكور أعلاه هو من تكاليف، هو تكاليف إنتاج. أوكي. في حال الاتجاه الصعودي للأسعار، اعتماد طريقة الوارد أخيرا صادر أولا في تقويم مواد المشتريات والمنتجات المباعة سيؤدي إلى تكلفة دفترية أعلى وربح أقل. العبارة صحيحة، لأنه يعني لما تكون الأسعار عم تطلع لفوق وأنا عم بعتمد طريقة الوارد أخيرا صادر أولا، يعني عم بعتبر المستخدم هو الأعلى تكلفة. لما يكون المستخدم هو لما أنا عم بعتبر إنه المستخدم هو الأعلى تكلفة، فأعلى تكلفة معناها أدنى ربح. فالعبارة صحيحة، العبارة صحيحة، اعتماد طريقة الوارد أولا أخيرا، اعتماد طريقة الوارد
أخيرا صادر أولا، يجعل المستخدم من أحدث العناصر، أي أعلاها تكلفة. بس أعلاها تكلفة إذا كانت الأسعار رايحة طلوع في حال الاتجاه الصعود للأسعار، وأعلى تكلفة معناها أدنى ربح. فالعبارة صحيحة. وهون بدي أذكر شيء، طريقة الوارد أخيرا صادر أولا ممنوعة في لبنان، ممنوعة في فرنسا، ممنوعة في مصر، ممنوعة في كثير من الدول، ومنصوص على منعها في معايير المحاسبة الدولية في المعيار IS2 المخزون، ولكن مسموح بها في قليل من الدول، من الدول التي تسمح بها الولايات المتحدة الأمريكية. المستحيل من الحالات الظاهرة في الصورة، هي ما كانت صورة بس هون مش صورة، هي عبارة عن نص صارت هون. خلينا نشوف. هن بكل الحالات مخزون أول المدة 6 والمشتريات 24، يعني بكل الحالات كمية المتاح للاستخدام 30. هلا كمية المتاح للاستخدام 30، في يكون المستخدم 30، في يكون أقل بس ما في يكون أكتر. وبرضه مخزون آخر المدة في يكون 30 وفي يكون أقل بس ما في يكون أكتر. يعني كمية المستخدم، يعني لأنه إذا أنا عندي 30 في يكون مستعمل 30 وما دون، بس ما في يكون، إذا أنا عندي متاح 30 ما في يكون استعملت أكتر. بالحالة واحد إنه يكون عندي مخزون آخر المدة 34، وأنا أساسا ما كان عندي المتاح إلا 30، من وين بده يجي 34 مخزون آخر المدة حتى لو أنا ما استعملت شيء؟ إذا كانت كمية الاستخدام زيرو، حيكون مخزون آخر المدة 30. فلا لا، هذا مستحيل يكون صاير، إنه يكون مخزون آخر المدة أكبر من المتاح للاستخدام. هلا متاح للاستخدام 30، مستخدم 25، ما في أي مشكلة، بيكون مخزون آخر المدة 5. متاح للاستخدام 30، مستخدم 30، ما في أي مشكلة، ساعتها بيكون مخزون آخر المدة 0. متاح للاستخدام 30، مستخدم 32، لا، من وين بده يجوا 32؟ هاي ما فيها تكون حاصلة، هايدي لا. متاح للاستخدام 30، مخزون آخر المدة 28، ما في مشكلة، ساعتها بيكون بس اللي استخدموه 2. لكن المستحيل هو واحد وأربعة، إنه يكون كمية مخزون آخر المدة أو كمية المستخدم أكبر من المتاح للاستخدام، هذه ما فيها تكون صايرة. المناطق الرمادية تدل على المستحيل، فلا المستخدم ولا مخزون آخر المدة يمكن أن يفوق المتاح للاستخدام، ولكن يمكن أن يساويهما. يعني ساعتها إذا سواهما بيكون التاني زيرو. إذا مخزون آخر المدة قد المستخدم بيكون المستخدم زيرو، قد المتاح للاستخدام بيكون المستخدم زيرو، وإذا المستخدم قد المتاح للاستخدام بيكون مخزون آخر المدة زيرو. أكرر، إذا مخزون آخر المدة قد المتاح للاستخدام، إذا مخزون آخر المدة قد المتاح للاستخدام بيكون المستخدم زيرو. إذا المستخدم قد المتاح للاستخدام، مثل هون المستخدم قد المتاح للاستخدام، ساعتها بيكون مخزون آخر المدة زيرو. بس إنه واحد من هول الاثنين، المستخدم أو مخزون آخر المدة، يكون أكبر من المتاح للاستخدام، هذا خلاف طبيعة الأشياء، خلاف طبيعة الأشياء. قد تكون السلعة ذاتها منتجا بالنسبة لمؤسسة وبضاعة بالنسبة لأخرى، ومواد أولية بالنسبة لثالثة، ومواد استهلاكية بالنسبة لرابعة. هل هذه العبارة صحيحة؟ هي صحيحة. الورق منتجات في مصنع الورق. إذا مكان بيصنع ورق، فالورق بالنسبة له منتجات.
بمكتبي بتبيع ورق البضاعة بالنسبة الورق بالنسبة لها بضاعة. مطبعة، المطبعة بالنسبة لها ورق مواد أولية، أو مؤسسة بتصنع كتب، مش مطبعة، مصنع، مؤسسة كتب هيك على قد صغيرة، يمكن بتصنع كتب الفوتوكوبياز وبتجلدهم. الورق بالنسبة لها مواد أولية. بالمؤسسات اللي بتستخدم الورق مشان تطبع الفواتير، تطبع إيصالات، تطبع تعميمات، تطبع مذكرات، تطبع اللي هو الورق بالنسبة لها مواد استهلاكية. فهيدا هاي سلعة ذاتها فيها كانت عند مؤسسة منتج، عند مؤسسة تانية بضاعة، عند مؤسسة تالتة، عند مؤسسة تالتة مواد أولية، عند مؤسسة رابعة مواد استهلاكية. طبعا مش معنى ذلك أن الورق هو المثال الوحيد، الورق هو مثال من أمثلة كثيرة أخرى على سلعة فيها تكون هون مواد أولية، وهون بضاعة، وهون مواد أولية، هون عفوا هون منتجات، وهون بضاعة، وهون مواد أولية، وهون مواد استهلاكية، وحتى فيها تكون عبوات. يعني وحتى الورق مثلا، إذا مؤسسة تستعمل الورق لحتى تغلف، فالورق بالنسبة لها عبوات. إذا العبارة صحيحة. مؤسسة خاضعة للضريبة ومسجلة بهذه الصفة في مديرية الضريبة على القيمة المضافة، اشترى مواد أولية وبلغت فاتورتها 832 شاملة للضريبة. TTC 832500. إذا المؤسسة خاضعة ومسجلة بهذه الصفة في مديرية الضريبة على القيمة المضافة، بتكون تكلفتها هي السعر أشتي، يعني هي 832500 قسمي 1.11، بشرط مش بس هي خاضعة، بدها تكون مسجلة في بهذه الصفة في مديرية الضريبة على القيمة المضافة لحتى تقدر تسترد التفقة اللي دفعتها. إذا هي ما بتقدر تسترد التفقة اللي دفعتها، ساعتها بالنسبة لها التفقة جزء من التكلفة. أكرر، إذا المؤسسة خاضعة للضريبة وغير مسجلة بهذه الصفة في مديرية الضريبة على القيمة المضافة، فهذه المؤسسة ما بتقدر تسترد الضريبة اللي دفعتها. فالضريبة اللي دفعتها بتكون ساعتها جزء من التكلفة، يعني بتكون بالنسبة لها التكلفة، هذا اللي بيدخل بالتكلفة، ثمن الشراء الذي يدخل في التكلفة هو 832.500. بس بما انه مؤسستنا هاي خاضعة للضريبة ومسجلة بهذه الصفة، فبتسجل بالاشتي. الاشتي اذا كان معدل الضريبة 11% كما هو عليه الحال في لبنان، فبتكون 832.500 قسمي 1.11 يساوي 750,000. مؤسسة خاضعة للضريبة ومسجلة في هذه الصفة في مديرية الضريبة على القيمة المضافة، تسجل المشتريات في التكلفة بثمنها قبل الضريبة، وهنا تسجل بمبلغ 832.500 قسمي 1.11 يساوي 750,000 دولار. 21، ليس من المراكز المساعدة تقديم الخدمات المشتركة، بلى هو مركز مساعد. إدارة الوسائل المادية، بلى هو مركز مساعد. إدارة المستخدمين، بلى هو مركز مساعد. الإدارة العامة، لا، الإدارة العامة لا توزع تكلفته على المراكز الأخرى كما هو حال المراكز المذكورة أعلاه. الإدارة العامة تحمل تكلفته على التكلفة النهائية للمنتجات المباعة، أو على التكلفة خارج الإنتاج، وبالتالي هو ليس مركزا مساعدا. مركز الإدارة العامة ليس مركزا مساعدا توزع تكلفته على المراكز الرئيسية، بل هو مركز رئيسي تحمل تكلفته على التكلفة خارج الإنتاج، أو على التكلفة النهائية للمنتجات المباعة. هذا الامتحان وحله.